لكم في حلقه جديده من برنامج ملح وحلو. اليوم غادي نقدم لكم بودين او شوكولا، يعني كريم ديال الشوكولات. كيمكننا نديروه في لي ديسير مع لا كريم باتيسيير، مع لا شونتيي يمكننا نديروه في عوض الديسير في ديبو كيسان فيهم البنان وهاد لا كريم او شوكولا. كيجي لذيذ بزاف، تنعطيوه حتى للدراري الصغار، الدراري الصغار تيعجبهم في عوض دانون ديال الشوكولات، تيجي لذيذ بزاف. باش كنصوبوه كنحتاجو 3 ديال الصفر ديال البيض، 25 غرام ديال الكاكاو، 2 معالق كبار ونص ديال المايزينا، 90 غرام ديال الشوكولاط، 14 غرام ديال الزبده، 80 مليليتر ديال الكريم ليكيد، 150 غرام سنيده، شويه ديال الملحه وفاني، 400 مليليتر ديال الحليب. اولا الشوكولاط والزبده كنخليوهم في الاخر، ما كنستعملهمش في الاول. ثانيا هاد 400 مليليتر ديال الحليب تنقصوا منها واحد الكاس ما كاملش ديال الحليب تنخليوه، والطبقه ديال الحليب تنزيدوا عليه لا كريم ليكي وتنردوه على البوطه يسخن. ثانيا تناخذوا هاد الفصوص ديال البيض، تنديروا معاهم هاد الحليب اللي بارد، وكنأكد بان هاد الحليب اللي كنخلطوه في الاول خصو لابد يكون بارد، ما يمكنش يكون سخون، لان مايزينا ما تتخلطش الا في الحاجه البارده في الاول باش ما تتكورش. تنزيدوا مايزينا وتنزيدوا الكاكاو، تنغربلوه لانه دائما تيكون فيه حبات ما محلولينش. تنزيدوا الفاني مليحه وسنيده وتنخلطوا كل شيء مزيان حتى تيتحل لنا، تتحل داك مايزينا في الحليب والبيض والكاكاو حتى هو كيتخلط. ملي تيغلي الحليب ولا كريم ليكيد كنزيدو شويه من نوع الخليط الاول وتنحركو، حتى تتطلق مزيان. ملي تتطلق مزيان تنعاودو نردوه، تنزيدوه على الحليب سخون مع التحريك. هاد الحليب هذا تنردوه فوق البوطه وتنبقاو نحركو حتى تيعقد، كيرجع قاصح بحال لاكريم باتيسيير. البودين بدا كيعقد، كيخصنا نزيدو نحركو باش ما يبقى باش ما يلصقناش لتحت. ملي تيقصح ويعقد تنطفيو عليه البوطه، ما تنخليوهش يقصح بزاف فوق البوطه لان ما حدو تيبرد هو تيزيد يقصح. يلاه تيعقد شي شويه تنطفيو عليه بحال هكا. من الاحسن ناخذو جبانه ديال الدجاج ونديروه فيها. ملي نديروه في الشبانه ديال الدجاج نضيفو عليه داك الشكلاط اللي خليناه في الاول والزبده ونبقاو نحركو حتى يذوب فيه. تنبقاو نحركو هاد البودين حتى تنتاكدو بان الشكلاط والزبده دابو فيه مزيان.
ناخذوا لو فيلم اليمونتير وتنحاولوا نغطيوه به فوق منه، نلصقوه عليه من الفوق، لان الا ما زولناش الهواء من فوق منه تيولي بحال القشره، تتولي عليه بحال القشره من الفوق، ما تيبقاش مزيان. تيخصنا نلصقوا عليه ميكا ونحاولوا نخرجوا الهواء. ونخليوها الاقل 4 ديال الساعات حتى يبرد وندخلوه للثلاجة، عاد يمكننا ناكلوه. كيمكننا نستعملوه عدة استعمالات من غير اننا نعطيوه للدراري ياكلوه بحال دانون، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتذوقوه. الى عجبتكم وصفه اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي على يوتيوب باش يوصلكم ديما الجديد. وبصحه وراحه.